السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان، اليوم فيديو جديد غندوي لكم على النجارة والطريقة كيفاش تحطوا النجارة. راه كاينين الناس كيديروا شي اغلاط، كيتسبوا كيموتوا لي من التاوي ولا كيلوحوا لي من البيض ولا شحال من حاجة. كما كتلاحظوا كاين هذه النجارة غليظة، هذه الكالوبسيل، هذه هي ديال البيروش كتكون نص نص، وهاد الثالثة هي راه طحنت هذه في مونينيكس ولا ترطب بزاف حتى الاخير، وغنقول لكم هذه علاش. امتاش كنحطوا لهم النجارة؟ كنحطوا النجارة في البراكة، النهار اللي كنبغي نحطوا البراكة كنحطوا فيها النجارة وكنحطوا عليهم. كاين شي اينات كيدخلوا كيحيدوا النجارة، كيلوحوها، وكاين المربيين اش كيدير ملي كتلوح ليه النجارة كيعاود يردها لك، كيعاود تلوحها عاوتاني نتو كيعاود يردو لك، كتقدر تستريس نتو ما تبغيش تبيض ولا شي حاجة. وكاين عاوتاني تا كتبيض نتو عاد كيحط ليها النجارة، ملي كتحط ليها النجارة الا كانت هي ما مولفاش النجارة غادي تلوح لك حتى البيض. بالنسبة للنتاوي اللي ما كيبغوش النجارة كنحطو ليهم هادي اللي مطحونة، علاش؟ ما كيقدروش يهزوها بفمهم ويلوحوها صافي وكيبقى عندهم، اما هذه كتجيهم ساهله باش كيخويوها. حتى لهنا راه حنا متفقين. بالنسبه ملي كتبيض النتوه، النجاره مزيانه مهمه ليها بزاف، علاش؟ باش البيض ما كيبقاش يتحرك كما غادي نوريكم في الفيديو. هذا هو البيض، ملي ما كتكونش النجاره كيتحرك بزاف البيض، اما ملي كنديروا النجاره ما كيبقاش البيض. كنتفاداو ان البيض ما يتهرش وكلشي. الدور ديال النجاره شناهو؟ البيض ما كيتحركش، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، النتوه ملي كتحضن على النجاره، ماشي هي كتحضن على الخشب، ملي كتحضن على النجاره ما الصدر ديالها ما كيتقاش. ثالث حاجه هو ان النتوه داك البيض كيطلع عليها السخونيه، كتسخن ليها البيض. رابع حاجه، وملي كيخرجوا الاولاد ما كيبقاوش يتحركوا بزاف في الاخر، كيبقاو مجموعين في الوسط كما غادي حتى الاخر ونصور لكم. وملي كيتزادوا الوليدات الاخوان، هاد النجاره راه مهمه ليهم، كتعطيهم السخونيه. وثاني حاجه داك البزق ديالهم كتمصوا هادي، وعاوتاني باش سهله باش كتنيطواي البراكه، كتلوح هادشي كامل تعاود دير نجاره جديده. انا غنوريكم واحد الفيديوهات ديال شي وليدات عندي داير لهم النجاره، خليكم معايا. ها انتم الاخوان كتخلي النجاره، كتخلي الوليدات مجموعين